نتعرف على حالة الجو مع الأستاذ وحيد سعودي المتحدث الرسمي باسم هيئة الأرصاد الجوية. وصباح الورد عليك يا فندم. صباح الفل، أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بحضرتك، وعايزين نطمن على أهم الملاحظات على الحالة الجوية النهاردة. هو النهاردة طبعا بداية ارتفاع في درجات الحرارة حوالي درجتين ثلاث درجات مقارنة بالأمس، فجو اليوم هو حار على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على محافظات الصعيد، معتدل فقط على المدن الساحلية خلال ساعات النهار، أما ليلا فالجو لطيف على كافة أنحاء الجمهورية. طبعا دي بتعتبر بداية لموجة شديدة الحرارة سوف تؤثر على البلاد على مدار ال 72 ساعة القادمة. ذروة هذا الارتفاع هو يوم الاثنين والثلاث، قد تصل فيهم درجة الحرارة العظمى على القاهرة والوجه البحري إلى 40 درجة أو 41 درجة. ده النهاردة يا أستاذ وحيد ولا إمتى؟ لا حضرتك ده بدءا من بكره، من بكره يوم الثلاث. يعني يا استاذ وحيد من الواضح ان انا كده يعني قريت على الجو، قلت ان الجو من بدايه رمضان تمام، هيبدا بقى ارتفاع في درجات الحراره من بكره، ربنا يستر. حضرتك طيب، والارتفاع من النهارده. من النهارده. طيب استاذ وحيد، درجات الحراره بقى المتوقعه النهارده على القاهره الشماليه 32 درجه، القاهره والوجه البحري 37، شمال الصعيد 40، جنوب الصعيد 43 درجه. طيب بنشكرك شكرا جزيلا استاذ وحيد سعودي المتحدث باسم هيئة الأرصاد الجوية، وصباح الورد على حضرتك.